يا أهلا وسهلا بيكم سنة تانية ابتدائي كونكت 2. النهاردة معادنا مع يونت 4 في الترم الأول بعنوان Time to Play Sports. Time to يعني الوقت المخصص ل Play Sports، لعب الألعاب الرياضية. طيب، زي ما احنا عارفين هنقرأ الفقرة اللي قدامنا ونفهم معاني الكلمات اللي فيها. النحلة بيزي بي بتقول لي look، انظر، listen and read، اسمع واقرأ. جايب لي علامة هنا او يافطة صفراء كاتب عليها it's break time. يعني ايه break time؟ يعني ده وقت الفسحة، يعني break time. The children، الاطفال دول، are in، موجودين فين؟ in the playground، في الملعب. ففي حوار دار بين المجموعة اللي في الملعب. اول حاجة الولد ده بيتكلم فبيقول ايه، او ده بيتكلم صاحبه فبيقول ايه، can you kick the ball؟ can you، هل تستطيع، kick the ball، kick قلنا معناها يشوت بيده بقدمه، اما throw يلقي بيده. فهنا الكرة دي كرة القدم، football، دي بيحصل لها ايه، kick، يعني بيشوتها. لما اسأل حد عن حاجة يقدر يعملها بمعنى هل تستطيع، بقول له can you kick the ball، يعني تشوت الكرة. للولد هنا قال له ايه، no، ده هنا بيعبر عن انه ما بيقدرش، I can't، no I can't، لا انا لا استطيع. وبعدين قال له ايه، it's hard، it's hard، دي صعبة قوي. فهنا الولد ده زميلهم بيعرض عليهم المساعدة. لما نعرض على حد المساعدة ونقول له احنا ممكن نساعدك، هنقول الجملة دي we can help you، we can help you، يعني احنا نستطيع ان احنا نساعدك. we are one team، وجايب لي كلمة team باللون الاسود، team يعني فريق، بيقول له احنا فريق واحد، فالفريق لازم يعمل help يعني يساعد بعضه. ده الجزء ايه الاول. تعال نبص هنا في الصورة الثانية، بتقول ايه هنا، هو في الصورة دي can you throw the ball، can you، هنا دي بتكلم ايه، أميرة بتكلم هنا بتقول لها تقدري تعملي throw the ball، throw ماسكها بإيدها يعني تقدري تلقي الكرة في الباسكت دي، فبقى ايه، yes yes I can، هنا تقدر، فتلاقي no ولا yes، لا تلاقي yes I can، نعم أستطيع. I love basketball، I love basketball، معناها أنا بحب كرة ايه، الباسكتبول. ليه؟ it's fun، it's fun، انها ممتعة. اوكي، يبقى لما اعبر عن ان انا استطيع بقول yes I can، لو لا استطيع no I can't، no I can't. اوكي، هنا قالت yes I can. لاحظ ولاحظي وخلي بالك كويس، لما نيجي نسأل عن حاجة اللي بنقدر نعملها بنقول له can you، زي مثلا can you kick the ball، can you throw the ball. لما احب اجاوب، ها لو بقدر بقول yes I can، لو انا ما اقدرش او لا استطيع no I can't، لا انا لا استطيع. تمام جدا. تعال ناخد اهم الكلمات اللي في الالعاب الرياضية. اول حاجة عندي كلمة sports، قول وراي sports، sports يعني العاب رياضية عموما. team، تيم، تيم يعني فريق، زي فريق كرة القدم مثلا. باسكت بول، باسكت بول كرة السلة. فوتبول، فوتبول، فوتبول يعني كرة القدم. سويمينج، سويمينج، سويمينج يعني السباحة. تنس، تنس يعني التنس. كاراتي، كاراتي، كاراتي يعني كاراتيه. هيت، هيت، هيت يعني يضرب، يعني بيضربوا بالبوكس اهو، هيت يعني يضرب. هنا الولد ده بيتكلم عن نفسه وبيقول ايه الرياضة اللي بيحب يعملها وكمان احنا ممكن نعمل زيه. هنا بيقول انا اسمي احمد، بالانجليش I am احمد، بل عايز تقول اسمك هتقول I am وتحط اسمك. I am seven، انا عندي 7 وانت كمان زيه. I like basketball، أنا بحب الباسكتبول.
في واحد بيقول لي يا مستر طب انا بحب التنس، خلاص قول اي لايك تنس. واحد تاني بيقول لي بحب الفوتبول، اقول له خلاص قول اي لايك فوتبول. واحد بيقول انا اقدر ارمي الكوره، خلاص قول اي كان. التاني بيقول ما اقدرش، خلاص قول اي كانت. اوكي، ده الفكره من الفقرات الصغيره دي. ده بيقدر، اي كان ثرو ذا بول، اقدر اعمل ثرو ذا بول، القي الكره في الهواء. هنا اي ام نور، اسمي نور. اي ام 6، عندي 6. اي لايك تنس، اي لايك تنس، انا بحب التنس. اي كان هيت ذا بول، اقدر اضرب الكوره بالمضرب ده، هيت يعني بضرب الكوره. الولد ده اسمه عمر، اي ام عمر، اصغر منهم. اي ام 5، بيحب ايه عمر؟ فوتبول، اي لايك فوتبول. يقدر يشوط الكوره؟ يبقى يقول اي كان، اي كان كيك ذا بول، اي كان كيك ذا بول، اقدر اشوط الكره. بعض التعبيرات، بعض الجمل بيقول لي at the sports club، sports club يعني النادي الرياضي. وفي بعض الصور لبعض الاولاد او الشخصيات بيعملوا معانا بعض انواع الرياضه. عندي هاني وعندي هنا، وكل واحد فيهم موجود في الايه السبورتس كلاب. بيقول لي اسمع الفقرة هنا وخمن انا بتكلم عن مين. At the sports club، في النادي الرياضي. We have lots of fun، نستمتع. Lots of fun، نحصل على كثير من الفن، يعني المتعة والمرح. We play، we jump، نحن نلعب، نحن نقفز. We skip، we run، نحن ننط الحبل ونحن نجري. تمام. I play football، أنا بلعب فوتبول. I am number 15، أنا رقم 15، 15. I wear a white shirt، I wear يعني أنا برتدي white shirt. white shirt يعني إيه بقى؟ شيرت يعني قميص، اللي هو ايه اللي هو ده وايت شيرت، لونه ايه؟ ابيض. and my shorts are green، والشورتس بتاعي لونه جرين، لونه اخضر. يبقى اكيد اللي بيتكلم ده مين؟ ده هاني. بعدي نمبر 1. الصورة التانية بيقول I play tennis، انا بلعب تنس. I have a racket to hit، انا معايا الراكت، راكت ده اسمه الراكت يعني مضرب. I hit the ball، أنا بضرب الكورة hard يعني بقوة. I like to stay fit، بحب إن أنا أكون عندي fit يعني لياقة بدنية. مين اللي بيتكلم؟ أكيد هنا. آخر حد معانا بيقول I play basketball، I play بلعب، play يعني بيلعب، basketball، basketball كرة السلة. Can you guess my name؟ تقدر تخمن اسمي؟ اكيد دي مين المضفاير؟ اكيد اميرة. I throw the ball، انا بألق الكرة، لانها بترميها بايدها، فقلنا بالايد اسمها throw لكن بالرجل اسمها kick. In the basket، الباسكت اللي هي السلة دي. On my team، وفريقي wins the game، wins the game يعني فاز بالمباراة، فاز بايه؟ بالمباراة. اهم الكلمات المستخدمة مع السبورتس، هناخد الكلمات دول وهنشوف معانا ايه تاني. بيقول لي اول واحد اللي انك تقدر تشوت اسمها كيك، قولوا معاي كيك. هيت، هيت يعني يضرب. ثرو، ثرو. بول، ولو هجمعهم بولز. راكت، ولو هجمعهم راكتس. تمام كده. ده كان فيديو خفيف مقدمة ليونت 4 والمحادثة والسبورتس والألعاب الرياضية، وإزاي نستخدم الأفعال مع الرياضات المختلفة، كل فعل مناسب لنوع معين من أنواع الرياضة. أتمنى أنكم تذكروا الفيديو كويس. استنوني في الفيديو القادم، ما تنساش تشترك في القناة. مع السلامة.